تقبل من أهل الفضل والخير والإحسان، وكل من ساهم ويساهم في هذا العمل الطيب الصالح فهو مأجور مثاب عند الله سبحانه وتعالى. فقبل الحسنان يوفقك الله للحسنة بعد الحسنة، والحسنة تزداد بالزمان وبالمكان. نحن في أشرف شهر إن شاء الله، شهر القرآن. ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، الذي وفق هذه المجموعة من الأساتذة الفضلاء من إخواننا وأحبائنا المشرفين والمنسقين لهذا العمل الطيب الصالح، ولهذه المساعدة التي تصل لأصحابها ولمن يستحقها. الله تعالى أن يبارك فيهم. وكذلك الذي وفق بعض الإخوة من أهل الفضل والإحسان وأهل الخير من الذين أنفقوا في سبيل الله، والذين عودونا دائما وأبدا المشاريع الربانية التي تدخل الفرحة والبهجة والسرور على المعوزين. ذلك نشكر جميع الإخوة الذين يساهمون من قريب ومن بعيد، وكل من له يد بيضاء أو من الذين يسهلون أمور أو تسهيل لأصحابها من جنود الخفاء ومن رجال السلطة وغيرهم. فنسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. وهذه كفة السخاء وهي كفة الإحسان لإدخال الفرحة والبهجة على متضرر فيروس كورونا المستجد. الحمد لله حملات، وهذه الحملة الخامسة، والمجموع مجموع الأسر الذين استفادوا من هذه المبادرة الطيبة 1024 أسرة من الذين استفادوا الحمد لله. واليوم فقد ستوزعوا 198 يعني قفة، كما تعلمون فيها هذه المحتويات من المواد الضرورية التي يحتاجها وتحتاجها كل أسرة داخل البيت، خصوصا في هذا الشهر بالذات بل في سائر الأيام. والحمد لله يعني سيستفيد من هذا بعض الدواوير، من بينها راس الماء وزليلك، ذلك أنهم يسكنون دور الصفيح. نسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعنهم. وكان بودنا أن يكون الأمر أكثر، ولكن كما يقول المثل المغربي الطعام على قدر العام، المساعدة تكون على قدر المحتاجين. هؤلاء الذين وفقهم الله، وهؤلاء الذين سجلوا هذه الأسماء بضوابط وبشروط، ويسألون من قريب ومن بعيد عن هؤلاء المحتاجين وعن كذا، حتى لا يغتنم البعض الفرصة من الانتهازيين ويأخذوا أرزاق وحقوق الفقراء والمساكين والأيتام والمحتاجين والمعاقين والعاطلين المعوزين. ولهذا نقول في هذا اليوم مبارك، وهو اليوم التاسع من شهر رمضان في هذا الوطن العزيز. وكما تعلمون دعاء الصائم مستجابة. نحن في الحقيقة مهما دعونا لأهل الفضل والخير والإحسان وللمشجعين وللمنسقين ولإخواننا وأحبائنا الأساتذة الفضلاء في هذه المبادرة المباركة، مهما دعونا فإن هذا الدعاء هو كما قيل يأتي بعد دعاء عظيم مبارك، لأنه ما من صباح يصبح العباد فيه إلا وملكان يناديان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ومع هذا وذاك فالله عز وجل الذي وفق، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، لرجل أصرف على نفسه بكثرة الذنوب والمعاصي، فجاء إليه وقال له يا إمام لقد فعلت وفعلت وفعلت، ولكنني تبت وندمت، وقد قدمت بعض المساعدة لبعض المحتاجين وبعض الفقراء والأيتام، أتراني يقبلني ربي؟ يعني هل سيقبلني ربي؟ فقال له اعلم أن الذي وفقك قد قبلك، لأنه سبحانه وتعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كان السلف الصالح يقولون إذا وجدنا جميع الطرق موصدة في وجوهنا، لم نجد حلا ولا طريقا ولا فرجا في أعمالنا في أرزاقنا في أمورنا، كنا نقدم لله عز وجل أفضل ما عندنا، فما يلبث أن يأتي المدد الإلهي من الله عز وجل، لأنه هو الذي يقول فسنيسره لليسرى. هكذا مباشرة عندما يتقي الإنسان ربه سرا وجهرا وينفق مما أعطاه الله
من ماله فإنه ييسر لنفسه طرقا كثيرة. ولهذا قيل أن الصدقة تدفع البلاء وتقي ميتة السوء، ولا يوجد شيء في هذا الكون يمكن أن يرد القضاء النازل من السماء إلا الدعاء والصدقة، يعني أعمال الخير تقي مصارع السوء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء النازل من السماء إلا الدعاء. في الملائكة دعوا لكل من له يد بيضاء في عمل الخير، ولكل من ساهم وأنفق من رجال ونساء داخل البلاد وخارج البلاد، كل واحد باسمه ومن موقعه، وأن الله سجل ذلك في كتاب لا يمحى ولا يبدل، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإنسان إذا تصدق بصدقة فإن الله ينميها له ويربيها له، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. لا تحسبوا أن هذه الصدقة يأخذها مثلا الإخوة الذين وفقهم الله تعالى للإشراف على هذه المساعدة من أحبائنا، يعني ثم بعد ذلك يوزعونها. الذي يأخذها أولا هو الله، فأنت تضعها في يد الله. قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وسميت الصدقة لأنها من صدق الإيمان، وهي برهان على إيمان الإنسان، وخصوصا في هذا الشهر الفضيل الذي كان فيه سيد الخلق وحبيب الحق أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، استجابة لكتاب الله وللآيات التي تحث على الإنفاق والصدقة في السراء والضراء، واستجابة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالعشرات، من بينها من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ودعا إلى الصدقة في أحاديث كثيرة، واستجابة لأهل العلم ولهذه الثلة المؤمنة من أساسيدتنا وأحبائنا في هذه المبادرة، واستجابة لقائد الوطن الذي فتح هذا الباب على مصراعيه، وهو أول من سن في هذه الأيام وفي هذه الليالي التي تمر بها هذه البلاد مع هذه الجائحة ومع هذه الكارثة التي أصابت البشرية جمعاء، وأصبح كل واحد منهم تحت الحجر الصحي، وهناك من أصبح عاطلا عن العمل. ولذلك فتح هذا الباب، باب التطوع، باب الإحسان، باب المبادرة، باب التضامن، باب التكافل لمن أراد أن يتقدم أو يتأخر، واستجاب الحمد لله الكثير. ونحن نود أن يكون في كل حي من الأحياء بعض أهل الخير وأهل الفضل، ويقومون ويعرفون أهل ذلك الحي، ويساهمون ويجمعون قدر المستطاع ويوزعون على الفقراء، لأن هذه التربية عملية وليست تربية يعني كلامية. نحن الآن نريد العمل ولا نريد الكلام. والله تعالى قال لنا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقطع عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه وصفاته أن يبارك في هذا الوطن العزيز، وأن يبارك في القائمين وفي الصاهرين وفي جنود الخفاء وفي المحسنين وفي المنفقين وفي كل من يساهم ويشجع وينفق في سبيل الله، لكل من يدخل الفرحة والبهجة والسرور على عيال الله. فالناس عيال الله، وأحبهم إلى الله تعالى أنفعهم لعياله. فاعلموا جميعا أن الله عز وجل غفر لامرأة بغية وجدت كلبا يلحس الثرى من شدة العطس، فسقته فشكر الله فغفر الله لها. إذا كانت هذه المرأة وهي بغي غفر الله لها لأنها سقت كلبا وجدته يلحس الثرى من شدة العطش، فكيف بمن يدخل الفرحة، وكيف من يساعد على إطعام من يوحد الله ويركع لله ويسجد لله. اللهم أنت أمرتنا بالصيام فصمنا، وأمرتنا بالصلاة فصلينا، وأمرتنا بالزكاة فأدينا قدر المستطاع، وأمرتنا بالتعاون على البر والتقوى، والتوفيق منك يا رب العالمين. نسألك اللهم أن ترزقنا جميعا، وأن ترزق جميع الأحباب الإخلاص والصواب والعمل بالسنة والكتاب، وأن تجعلنا من عبادك أولي الألباب، وأن تفتح لنا جميع الأبواب، وأن تجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وما ذلك عليك بعزيز يا رحيم يا تواب. نسألك اللهم أن تدخل الرحمة والمغفرة على من مات من أموات المسلمين، من مات بهذه الجائحة وبهذا الفيروس كورونا، ومن مات من مرضى المسلمين، ومن مات من المسلمين من الآباء والأجداد والجدات والمشايخ والعلماء وأهل العلم والقادة والسادة في كل مكان. فاللهم ارحمهم برحمتك، وأسكنهم فسيح جنانك بجوار أنبيائك ورسلك. ونسألك يا مولانا الشفاء العاجل لكل مريض ومريضة، مسلم ومسلمة، في هذه البلاد وفي بلاد الغربة وفي كل
مكان وفي جميع الجهات وفي جميع المناطق. فاللهم اشفنا واشفهم جميعا بشفائك، وداوينا وداويهم بدوائك، وعافنا وعافيهم من ضرك وبلائك، وارزقنا وارزقهم شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. ارفع عنا وعنهم وعن وطننا هذا وعن بلاد المسلمين هذا الوباء وهذا البلاء، وارفع هذا الوباء وهذا البلاء والفتنة والحروب والدمار عن العباد والبلاد، عن سائر أقطار الدنيا. فإن نبيك إبراهيم الخليل عليه السلام دعا بالأمن والأمان لأهل مكة وهم على شركهم، فقال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ونبيك المصطفى دعا لأهل الطائف وهم على شركهم فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم أخرج من أصلابهم من يوحدك ولا يشك بك شيئا. اللهم إنا نسألك أن تردنا وأن ترد العباد والبلاد إلى الصواب وإلى دينك ردا جميلا. نسألك اللهم التوفيق والنجاح والسداد والفلاح لأبناء وبنات المسلمين، ونسألك اللهم يا مولانا أن تتقبل من جميع الإخوة ومن جميع الأحبة ومن جنود الخفاء ومن الذين يعملون ويساهمون في عمل الخير أينما كانوا وأينما حلوا وأينما رحلوا، فأنت تعلم يا مولانا حالهم وأحوالهم، وتعلم أسماءهم، وتعلم سرهم وأنجواهم، وتعلم همومهم وغمومهم. فاللهم اقضي حوائجهم، واشفي مرضاهم، وداوي جرحهم، واجبر كسرهم، واغني فقرهم، واجمع كلمتهم على عمل الخير وعلى خير العمل، واجعلنا وإياهم من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وتساهم وتساعد وتسارع إلى فعل الخيرات، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه. نسألك اللهم الأمن والأمان والاطمئنان والاستقرار لهذه البلاد ولغيرها، وأن توفق القادة والسادة لما تحبه وترضاه، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.